العين الاماراتي. اه خلينا نتعدى الماتشات والبتاع وكل حاجه وبعدين. لعبت في كاس العالم للانديه وهنتكلم برضو عن النقطه دي بعدين، لكن دلوقتي احنا وصلنا ان انت خلاص النادي الاهلي. مين اول حد في الفتره دي كلمك لو تفتكر هنا من النادي؟ النادي الاهلي يعني. من وانا في وانت في العين خلاص احنا رحنا العين. بص ما انا هحكي ولعبنا لحضرتك. بقى احكي لحضرتك. بص احكي لحضرتك ان انا لما رحت العين خلاص بقى، اما انا كلمت كابتن عصام وساعتها سافرت بقى العين. انا سافرت وصلت الساعه 6 الصبح الامارات وقعدت وخلاص كل حاجه خلصت و خلاص اصبحت لاعب في العين. العين تمام. وانا اليوم ده مع طبعا ما كنتش عارف انام، مبسوط طبعا، فرحه طبعا، لعيب مسافر محترف هيلعب في دوري كويس، نادي كبير، جماهير كبيره، لعيبه كبيره، نجوم على طبعًا. مستوى طبعًا. من احسن لعيبه في اسيا. ف كان حاجه كبيره، حتى الاستقبال الناس استقبلتني اللعيبه كلها بصراحه. انا مش مثلا لعيب مثلا جديد لسه، لا انا اكني قديم بالظبط في الفرقه. لعيبه ومعلش برضه انت مش جاي من اهلي ولا زمالك يعني. ده انا بتكلم فيه بتكلم فيه حتى الناس لا بترحب بيك مثلا، انت كنت معاهم في الفرقه. حتى اول يوم دوت اول يوم ليا تمرين الحمد لله ربنا وفاني، جبت جول عالمي بصراحه. جبت جول كده من ناحيه اليمين. ايه؟ لا جول، لا في التمرين. في التمرين اول جول ليا في التمرين. حتى المدرب ساعتها بعد الجول ده راح قفل التقسيم قال لك خلاص كده. خلاص جبت جول من ناحيه اليمين كده راحت في البعيده كده في الثمانيه جول. الملعب كله بالمدرب باللعيبه سقفوا لي. الحاجه ابتدى اول تمرين ابتدى الحمد لله. ايه ربنا يديها لك ربنا يخليك يا رب. فكانت بالنسبه لي اللعيبه بتستقبلني استقبال غريب. حتى كان ساعتها عندها بعدها بالظبط بيومين عندنا مباراه مع نادي الوصل، وكانت مباراه قمه واول مباراه في الدور الثاني. حلو. والوصل كان الاول والعين كان الثاني، واللي هيكسب هو الاول. تمام. هيكمل بقى الدوري الاول. وفي نفس اليوم بتاع المباراه ده كان مباراه السوبر الاهلي والمصري. الاهلي والمصري في الامارات. في الامارات هم بيلعبوا في استاد الزع واحنا بنلعب في استاد زعبيل بتاع الوصل. فحتى اصلا ساعتها المفاوضات ساعتها كابتن عصام قال لي المفاوضات بعد مباراه السوبر. قلت له السوبر ايه؟ السوبر ايه ده اصلا خلاص احنا اصلا يوم 8. فساعتها راح رحت ولعبت نفس المباراه ديت وانت قاعد احتياطي. انا كنت هبدا بس فكان مدرب كنت لسه بقالي يومين بقى، فراح قال لي لا هتنزل بقى الشوط الثاني. انا بسخن من اول ربع ساعه مثلا. ونزلت حتى ساعتها كان عموري يعني كان عموري اول مباراه طبعا في الدور الثاني، وكان هم راجعين من بطوله طبعا مع المنتخب. فقلت له انت هتحرز هدف النهارده، فحتى كان مستغرب. حتى هتلاقي في حضن كده انا وعموري يعني اول مباراه لنا احنا اتنين، حتى حضني برده متفرد. فقلت له انت هتسجل. كنت انا واقف على الخط الهدف اللي هو سجله، انا واقف على الخط نازل خلاص. انا سبت تغيير وجريت. فرحت. طبعا يعني انا اللي انا قلت له عليه الحمد لله ربنا كرمني، ومطرود مننا واحد وكان ده الهدف الثاني 2-0. حتى عموري حضرني اللي هو انت جيت يا ابني كنت تقول لي من زمان. كانت ساعتها ما كانش الكوره كانت عايز تدخل، كانت في العارضه مش عارف ايه. فاليوم ده كان يعتبر اول هدف مثلا دي من بعد فتره. فراح ساعتها حضني ومش عارف ايه. حتى انا نزلت اول ما نزلت بعتها جبت كوره في العارضه وسجلت هدف وربنا كرمني وكسبنا اول مباراه ليا. بعدها بقى ربنا كرمني الحمد لله بقى وكملت بقى مع نادي العين الفتره دي كلها الست شهور. والعين بقى راح خلص بقى قبل الست شهور ما يخلصوا. كنت انا رحت المنتخب كانت اول تجمع ليا هو اليونان والبرتغال، وهم كانوا ساعتها خلصوا واعلنوا كمان. العين كان اعلن. العين كان اعلن رسمي. تمام. بعد كده بقى حصل مفاوضات في خلاص في اخر السنه في بدايه فتره الاعداد بتاعت العين. كلموني، كلمني كابتن محمد فضل، وكلمني كابتن محمد يوسف كان موجود. كلمني كابتن محمد يوسف. كابتن محمد يوسف كابتن محمد فضل. تمام. كلموني دي كانت اول مكالمه ليه. كابتن فضل وكابتن محمد يوسف. كان ساعتها لسه الاهلي ما لعبش، كان ما وصلش لسه النهائي بتاع الترجي، وكان ساعتها احنا خلاص احنا هنلعب كاس العالم انديه لان احنا خدنا الدوري. فخلاص العين هيلعب كاس العالم. العين هيلعب كاس العالم انديه. حلو. فانا قلت لهم يا جماعه لو هم هيرضوا يسيبوني قبل كاس العالم انديه شوفوا. تمام. مش هيشوفوا خلاص دي بتاعتهم، لان انا هم محافظين على كل اللعيبه الفتره ديت عشان كاس العالم. عشان كاس العالم طبعا ده موجود وفي العين، فشوفوا هم هيقولوا لكم ايه وانا معاكم ان شاء الله. تمام. راح كلموني وقت رد على ساعتها كابتن خطيب كلمني. فدي كانت اول مكالمه بيني وكابتن مكالمه بيني وبين كابتن خطيب. عملت ايه بقى؟ ما كنتش مصدق اصلا. الرقم بيتصل. كان معاك الرقم يعني ولا لا؟ الرقم كان بيتصل. وبعد كده انا متابع ما بردش على الارقام، فعرفت ان ده رقم كابتن خطيب. انا اللي اتصلت. قفلت المكالمه كنت بكلمه واتصلت. قلت له كابتن معلش انا اسف والله لان في رقم مصر، فانا افتكرت اعلان بقى صعبين لان طبعا ساعتها بقى كان التجديد وكان فتره الاعداد بقى وكده.
فراح قال لي طيب ايه هتعمل ايه وبتاع. قلت له كابتن حضرتك كلم الاداره، بس انا مكالمتك دي فوق دماغي خلاص وانا بالنسبه لي خلص. خلاص. راح كلم فقالوا له لا الفتره ديت لا، فمش هينفع. بعد كاس العالم فراح هو كلمني وقال لي بصراحه، هم كلموني وقلت لهم خلاص يا جماعه نشوف النادي العين هيقول لكم ايه، وانا اداره العين انا معاهم في كل حاجه، مش هقدر ان انا ازعلهم الفتره ديت يعني. تمام. كملنا على كده وبدانا الدوري. ما كنتش موفق في البدايه يعني، مش انا بس يعني كلنا، بس انا ما كنتش موفق كمان يعني، حتى الكوره اللي كنت بصنعها كانت بتضيع بتضيع يعني، ما كنتش عارف اجيبه كانت ازاي؟ بتضيع. كانت يعني كانت الحاجه بقى ايه دلوقتي؟ لا كانت هي وهي بتدعي وهي بتصلي، دلوقتي كانت بتصلي بتدعي وهي مش بتصلي. فالدنيا كانت ملخبطه شويه. بعد كده ربنا كرمني بقى، بدات اجيب ومش عارف ايه، والحمد لله الدنيا مشي مشيت. وقبل كاس العالم راح كابتن الخطيب كلمني تاني بقى، قبل كاس قبل العالم. كاس العالم مثلا بشهر كده. دي كانت تاني مره. اوكي. فقال لي ايه الدنيا، وانا ايه رايك اكلم الناس دلوقتي؟ قلت له بس يا كابتن انت لو كلمتهم دلوقتي مش هيدوا لك اي حاجه. لان كاس العالم خلاص كان بعدها بشهر، وانا الحمد لله كان ربنا كرمني كمان، وبدات ايه تجيب بقى ارجع اجوان بقى بقى واجيب وتعمل اجوان وبتاع. واصنع، والدنيا كانت الحمد لله ماشيه كويس قوي. راح اكلمهم واتكلم معاهم، ودي بقى كانت البدايه بقى المفاوضات بقى بجد. كلم الاداره، المدرب قلت له بعد كاس العالم للانديه خلاص هحسب معاكم في الايه. طب معلش قبل ما نروح بس نكمل موضوع كابتن خطيب، المدير الفني في العين الاماراتي كان اسمه زوران، زوران. واحد من المدربين الكويسين الكويسين جدا. جدا والمحترمه جدا، طيب مدرب كبير بصراحه. خلينا نروح نشوف مفاجاه كده بسيطه ونرجع لك تاني. خلينا نروح نشوف المفاجاه دي، اتفضل.